هو ينفع ان انت تطبع اكتر من ورقة في الاكسل زي اللي انت شايفهم تحت كده؟ معانا 10 ورقات وعايزين نطبعهم مرة واحدة بسرعة، تقدر تعمل كده؟ اه طبعا ينفع. وكمان هقولك في الفيديو دوت على تركاية بجد محدش يعرفها في الاكسل. اقف على اول صفحة كده هوت وتعمل كليك يمين، هتلاقي الاوبشن اللي اسمه سيلكت اول شيتس، يعني اختار كل الصفحات. لما ندوس عليه يظلل على كل الصفحات، وانت واقف على اول صفحة تدوس بقى الاختصار اللي هو كنترول اي علشان يظلل على الصفحه كلها طبعا، وانت مظلل على كل الصفحات. وبعد كده هو بقى هتدوس بقى الاختصار اللي بتحدى لو حد يعرفه، اللي هو شيفت الت في. بص معايا كده، هو تحول لك الصفحات كلها للوضع قبل الطباعه كده. ما عليك اللي انت تدوس بقى كنترول بي، هتلاقي الصفحات اتحولت للطباعه. بص تحت معايا كده اهوت، الصفحه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، طبعا كل صفحه في ورقه واحده بس. ما عليك بعد كده غير ان انت تدوس على برنت اللي هو طباعه، ويبقى كده خلصت المهمه بتاعتك. شكرا ليكم، سلام.